التظاهرات الثقافية اليوم نحكي على مهرجان بانوراما للفيلم القصير. كل التفاصيل ناخذها من خلال رئيس أو مدير المهرجان كمال عويش توتسويت في الانترفيو. الانترفيو توتسويت الانترفيو. كمال صباح النور ومرحبا. صباح الخير حسام، تحية ليك وتحية لكل المستمعين إذاعة حياة، وشكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك كمال، دونك تحية لكل مستمعي إذاعة حياة فام زادا والناس اللي يسمعوا فينا في تونس على راديو بلاتين على 98.9. زميلنا كمال عويز زاد أنت من إذاعة بلاتين فام، بعد شوية نحكيو على تجربتك في راديو بلاتين فام، لكن قبل هذا خلينا نحكيو على المهرجان، نحكيو على فعاليات المهرجان، مهرجان بانوراما الفيلم القصير. وقتاش تنطلق فعاليات هذا المهرجان والدول المشاركة زادا كيف كيف في هذا المهرجان باعتبار وأنه اثنين نحكيو على مهرجان دولي؟ نعم، مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي ان شاء الله في دورته الثامنه باش ينطلق من 7 الى 11 فيفري 2023 في قاعه الدار الشريعه في مدينه الثقافه. عندنا 23 دوله مشاركه، من تونس، الجزائر، المغرب، مصر، لبنان، ايران، فرنسا، وعديد من الدول. 51 فيلم مشاركا. المهرجان ينقسم الى 4 فئات، فيلم روائي قصير، وفيلم وثائقي قصير، وفيلم انيماسيون يعني متحركه. والجديد يكون ينصاف في المهرجان افلام خاصه للطلبه. يعني باش يقع تشريك الطلبه زاد كيف كيف؟ نعم، تشريك الطلبه معناتها سواء الطلبه اللي موجودين، معناتها الطلبه اللي في تونس ولا حتى الطلبه اللي في خارج تونس. نحكيو على الدوره الثامنه من مهرجان بانوراما الفيلم القصير، شنو تغير وشنو جديد اللي نجموا نلقاوه في الدوره الثامنه بارابور يعني بقيه الدورات الاخرى؟ الدورة السابقة عملنا المهرجان على المدى 3 أيام، وسنين إن شاء الله المهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي باش يكون على مدى 5 أيام. مهرجان هذا كبير الحمد لله. حبيت أقول إنه من السنة الماضية واللي قبله الحمد لله القاعة مليئة بالجمهور، يعني الفن السابع واللي يحبوا الأفلام القصيرة. حبيت أقول ترى إنه المهرجان بانوراما الفيلم القصير التونسي هو أول مهرجان تونسي خاص للأفلام القصيرة، تم تأسيسه في سنة 2016. حبيت أشكر في هذه المناسبة نشكر المكتبة السينمائية التونسية سينسي المكتبة السينما والصورة السينسية والمكتبة السينمائية التونسية والجمعية الدولية والأصدقاء المعاقين في تونس والمساهمين معنا في المهرجان تاعنا والوسائل الإعلام المحلية والأجنبية اللي وقفوا معنا في هذا المهرجان. مثل انطلاقة المهرجان تبارك الله حسين أنه وسائل الإعلام محليا وأجنبيا يعني تعمل المهرجان داعمين المهرجان وعملوا مواكبات وتغطية في المهرجان واللقاءات العالمية. واضح. سينو المهرجان تنطلق الفعاليات نتاعو من 7 الى يوم 11 فيفري بقاعة الطاهر الشريعة في مدينة الثقافة في تونس. مهرجان بانوراما الفيلم القصير وهو مهرجان دولي منذ تأسيسه وانطلق مهرجان دولي كماله. منذ تأسيس مهرجان هو مهرجان دولي، حبيت أقول ساعتها أنه في الدورة الأولى عملناها في تونس، والدورة الثانية عملناها في مشيت البيع في ولاية بنجة. الهدف المهرجان أنه نعطيه الأفلام في تونس، وبعد انتهاء المهرجان نعملوا يعني الافلام المتوشه يتنقلوا في الجهات. كما تعرف حسام انه في التاريخ الجمهوري ما فماش قاعه سينما، نمشيو احنا قاعه نمشيو تاع ثقافه ولا تاع شباب، ما
نعطيه الأفلام الموجودة في المهرجان بانوراما في القصيرة التونسي، ويدخل له يعني النقاش والحوار أمام الجمهور. فما تواجد باش تجيو لولاية القيروان؟ والله حتى الآن إن شاء الله قريبا، كيفما اتصالات من جمعيات ولا من دار شباب ولا من دار ثقافة، لما لا نكونوا موجودين معكم في القيروان، وعلاش لا إذا كان نكون مع عروض باش تكون موجودة في القيروان، علاش لا نكونوا موجودين ونحضر معكم في الاستوديو في الإذاعة. اي مرحبا 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 كمال عويزة، باعتباره انك زميلنا في إذاعة بلاتينا فام. التجربة كيفاش كانت كمال بعد راديو أولادنا، راديو فيتا، وعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى؟ اليوم نلقاوك موجود في راديو بلاتين، وتحية لكل الزميلات والزملاء الحقيقة في مختلف المؤسسات الإعلامية وخاصة الإذاعات الجمعياتية بما فيهم راديو بلاتينا فام. نعم التجربة نعم كيفاش كانت سيدي؟ قبل كل شيء حبيت أقول تجربة كانت متميزة، بدي ثاني تجربة بالنسبة لي على المستوى على طريق الفيلم. حبيت أقول إنه عملت أسست أول إذاعة على الويب اسمها إذاعة ياسمين، بديت 25 مارس 2007. هي إذاعة نجيبوا فيها فنانين ونجوم. بالنسبة لبلاتين راديو، نحب نوجه تحية لكل زملائي في بلاتين راديو. حبيت إنه نقول أنا عندي ثلاث برامج في بلاتين راديو. عندي برنامج اسمه مع كمال، نشوفوا نتعطى كل خميس من مساعدتين الأربعة على بلاتين راديو، نشوفوا فيه نجوم فنانين وممثلين ووسائل الإعلام، معظم إعلاميين، نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على الذكريات تاعهم، نتعرفوا نلعبوا معهم في المسابقة، ونبدأوا ذكريات الطفولة تاعهم، وبداية المشوار تاعهم. أما البرنامج الثاني هو برنامج بلاتين ستار، يعطينا نشوفوا جمعيات، عندهم أنشطة ثقافية، وأيضا نشوفوا يعني شعراء وكتاب، وأيضا بعض شباب عندهم أنشطة ثقافية. هذا هو بالنسبة لبلاتين ستار. كان يتعرض كل نهار السبت من مساطي الأربعة، إن شاء الله باش يكون البرنامج بلاتين ستار كل نهار ثلاثة من المساعدين الأربعة على مرشات بلاتين ستار. حبيت أقول جديد إن شاء الله في بمناسبة المهرجان بانوراما في القصيرة التونسي، باش تعمل إن شاء الله مع على مرشات بلاتين راديو نشرة المهرجان، باش يشوفوا فيها في نشرة المهرجان، باش يشوفوا يعني المخرجين اللي باش يشاركوا في المهرجان تاعنا، باش نعملوا معهم حوار، وايضا الاشنطة الثقافية، سواء اهم العروض اللي باش تعطيه في المهرجان بانوراما في القصيرة التونسي، اللي باش تعطي على في قاعات ثقافة. يعطيك الصحة كمال، نتمنوك إن شاء الله كل نجاح والتوفيق والتألق إن شاء الله في مهرجان بانوراما للفيلم القصير في دورته الثامنة. شكرا لك كمال، تحية لك وتحية زادة كيف لكل الزميلات والزملاء في إذاعة بلاتينا فام. انتم زادة تسمعوا فينا على 98.9 في تونس الكبرى، ولا على 93 على مستوى ولاية القيروان. سينو هذا شنو كان عنا بالنسبة لليوم في الانترفيو. الانترفيو tout de suite l'interview. بعد شوية فكرة عامة على أسوام الخضر، الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء، أسوام الأسماك في بوامارشي. سي زبير اليوم مش نعرفين